الفل. الراجل لما مراته بتأثر معاه في طلباته واحتياجاته بيكون عنده أوبشن تاني، ممكن يحب واحدة تانية ويتجوزها على سنة الله ورسوله. طب يا ترى الست اللي جوزها مقصر معاها في كل حاجة، مقصر في الحب والاهتمام والمسؤولية والمصاريف وحقوقها، وقعد اليوم كله في البيت حتى السجاير بتجيبها له وسايبها تشيل الشيلة لوحدها، الست دي تعمل ايه؟ ده السؤال اللي بتطرحه شيماء النهاردة، بطل قصة حقيقية. بعد ما جوزها طلقها، طب طلقها ليه؟ طب ايه اللي حصل بالظبط؟ تعالوا نسمع القصة من أولها. اسمي شيماء وعندي 31 سنة وعايز أحكي لكم قصتي، يمكن ألاقي عندكم حل. بعد ما رحت لدكاترة نفسيين كتير وبرضو مش قادرة أكمل حياتي وحاسة إني عايشة بتعذب وبس. القصة بدأت من وأنا في تالتة كلية لما اتعرفت على شاب وبقينا أصحاب، وبعدها اعترف لي بحب وأنا حبيته، كان أول شخص في حياتي، ورغم إنه أكبر مني سناً بس أنا كنت سابقاه في الدراسة لأنه كان بيسقط كتير وظروفه المادية ما كانتش كويسة خالص. حبيته وارتبطنا حوالي سنة وبعدين أهلي عرفوا، فكان لازم يجي يتقدم في الوقت ده. كان بيتقدم لي ناس كتير قوي لأني الحمد لله جميلة وعايشة في مستوى مادي واجتماعي كويس، وعشان كده أهلي رفضوه، بس أنا عاندتهم وقفت قدامهم جميعا لحد ما خلتهم يوافقوا. اتخطبنا لمدة سنة لحد ما اتخرجت وهو كان لسه بيدرس، بس نزل شغل براتب بسيط وأنا كمان نزلت أشتغل عشان نفسي وعشان أساعده وأشجعه، لحد ما اتجوزنا في شقة قانون جديد، وأهله كانوا بيدفعوا لنا الإيجار وأهلي كانوا بيساعدونا شوية. عشنا حياة بسيطة وسعيدة بالنسبة لي، رغم أنه كان طول الوقت برا البيت، يا إما في الشغل يا إما مع أصحابه، لحد ما حصل حمل فسبت الشغل لظروف حملي، بس بعدها اضطريت أرجع الشغل تاني وأنا حامل عشان أساعد شوية، لحد ما تعبت ما بقتش قادرة، فطلب مني ذهب شبكتي عشان يبيعها ويدخل مشروع، وفعلا اديته الشبكة ودخل المشروع وانا ولدت، لحد ما بدأت اول صدمة. جوزي يا سالي طلب مني بعد الولادة باسبوع اني انزل اشتغل عشان هو لسه بيبدأ في مشروع ولازم نساعد بعض، وجاب لي شغل في عيادة الدكتور واضطريت اوافق، بس لاني كنت بنت مرفهة جدا في البيت في بيت أهلي. رجعت له بعيط بعد يومين وقلت له الدكتور بيقول لي أنظف وأمسح، أنا عايز أسيب الشغل، رفض وقال لي لازم تكملي، إحنا بنبني حياتنا ولازم نساعد بعض، فكملت. وبعدها قال لي إن المشروع خسر وطلب مني إني أكمل شغل في العيادة عشان ده بقى مصدر دخل البيت، وبقيت أصرف على البيت وعلى ابننا وعليه لمدة سنة، وأهله كانوا بيساعدوه. بعدين أبوه جاب له فرصة شغل في الخليج وأنا سبت العيادة، وأبويا قال لي بدل ما تدفعوا إيجار على الفاضي خدوا شقة عندي في عمارتي وهتبقى قريبة مننا، وفعلا نقلنا فيها وجوزي سافر لمدة سنة وشهرين، وهم دول السنة والشهرين بس اللي عشتهم باستقرار من الثمان سنين اللي عشناهم مع بعض. بعد السنة والشهرين دول كفيل جوزي جاب مدير عليه، فجوزي ما استحملش ان يبقى فوقي مدير وبعت يقول لي انا هنزل مصر نهائي، بس ما تقلقيش انا عملت علاقات كتير وهرجع اسافر تاني. وقبل ما ينزل كنت نزلت شغل في مكتب، جوزي نزل وكان محوش مبلغ بسيط كفانا لمدة 3 شهور، وبعدين انا من شغلي عملت مبلغ وقدرت افتح بيزنس خاص بي من غير مساعدته. في الوقت ده هو حاول يشتغل بس ما عرفش لأنه ما بيحبش يشتغل غير مدير، ولو جاله أي شغل بيقول ده أقل من إمكانياتي وما يوافقش. فضل على الوضع ده سنتين أنا اللي بشتغل وأصرف على البيت وعلى ابني وأجيب له سجايره وطلباته هو وأصحابه، يعني يا مدير يا بلاش.
يعني انت كرامتك ما بتقبلش غير الشغلانه اللي تناسب امكانياتك، بس عادي جدا تقبل ان مراتك هي اللي تنزل وتصرف، يعني تصرف عليك. انا مش راضيه تطلع، والله الكلمه مش راضيه تطلع، تصرف عليك وعلى بيتك وعلى ابنك. كرامتك تقبل عادي، تقول لها هاتي فلوس اجيب سجاير، هاتي فلوس عشان انا عازم صحابي النهارده على القهوه، وهي يعني تنزل تمسح وتنظف. وهي كانت قاعده في بيت اهلها معززه مكرمه. تعالوا نكمل. فضل كده لحد ما حوشت مبلغ واستلفت من اخويا واشتريت له فيزا عمل بدوله خليجيه تانية. ساعتها كنت حامل في ابني التاني وهو سافر يشق طريقه. كان طول فتره سفره يقول لي مش لاقي شغل، وقعد سنه ما بعتليش فيها مليم. بس انا كان عندي مشكله تانية يا سالي، كنت حاسه اني لوحدي، كنت محتاجه للحب والاهتمام. لما كنت بطلبهم في اتصالاتنا كان يقولي انا ما عنديش حاجه اديها لك. بدا يهملني اهمال فظيع لحد ما رجع وقال مش هسافر تاني. رجع وقعد في البيت في الوقت اللي كان البيزنس بتاعي بيكبر، واتشهرت جدا في مجالي، وفضلت زي ما انا بشتغل واصرف على بيتي وولادي وعليه 4 سنين. ويا ريت كان صاين الجميل، بالعكس كان بيعملني وحش جدا، كان هاملني في كل حاجه، كان بينام لوحده كل شويه يقول لي اوعي تفتكري نفسك بتفهمي، انتي غبيه. لما كانت تحصل لي اي مشكله في الشغل ما يوقفش جنبي. فوق ده كله اتفاجئ بامه بتشتكي لامي من عدم نظافتي في البيت واني مش مهتميه بنفسي، تفاصيل صعبه جدا اني اقولها. وكل ده كان كذب في الوقت اللي كنت بتحايل عليه واقول له عايزاك تهتم بيا. في الوقت ده كنت بشوف اعجاب في عيون كل الناس بره، هو كان بيرفضني. لحد ما اتعرفت على عميل كان طالب شغل مني، عرفني عليه جوزي وقال لي انه هياخد عمولته. الشخص ده عمل معايا الشغل وعرفني على اخته كمان لانه اعجب بشخصيتي، واخته بقت صاحبتي جدا لان ما كانش عندي صحاب، وعرفت مني كل تفاصيل حكايتي، وعيلتهم بقت عيله مقربه ليا. لحد ما في يوم الشخص ده اعترف لي انه بيحبني وقال لي انه عارف اني متجوزه، مش طالب اي حاجه، هو بس يقف جنبي وهيبقى فرحان، هو شايفني بنجح. وبالفعل جاب لي شغل كتير جدا، وانا كنت بحب اسمع اهتمامه بيا وشوف نظره الفخر بيا في عينيه وبس. والله العظيم ما كانش في بينا اي حاجه تانية نهائي، لحد ما جوزي شافنا واحنا في كافيه كنا بنتكلم في تفاصيل شغل، قام جه فضحني وقال اني بخونه، وصورني وانا قاعده مع الشخص ده وقال لي لو ما تنزلتيش عن كل شيء حتى فلوس المأذون تدفعيها انا هفضحك في كل حته. وبالفعل اتنزلت وطلقني. الغريبه ان اول ما اتطلقنا امه قررت تجيب له شغل وتدفع فلوس عشان يشتغل، وفعلا شغلته. بقت هي واخته بيشتموني، بهدلوا سمعتي في كل حته قصاد ولادي مع ان ما حدش شاف عليا حاجه. حاولت كتير ابرر له اني ما خنتوش بس هو مش بيسمع ابدا. لما قلت له ده جزاتي اني وقفت جنبك قال لي ما حدش طلب منك تقدمي حاجه، ودلوقتي اهله بيجوزوا بنت جديده. انا مش عارفه أنا غلطت ولا لأ، وغلطت في إيه؟ لحد هنا وخلصت رسالة شيماء. قصة شكلها من بعيد إن هي خلصت، بس الأسئلة اللي موجودة جوه خليتها لسه بتبتدي. بدأت تزور دكاترة نفسيين وبتقول إن القصة لسه ما خلصتش. الولدين اللي بينهم بيقولوا إن القصة يعني القصة لسه شغالة، ما في عيال بينا. طب إزاي القصة تخلص؟ وتخلص صح ازاي؟ وازاي تكون نهاية صحية؟ والسؤال اللي سألته في الأول هو الراجل لما يهمل مراته مش دي بقت مشكلة كبيرة جدا في مجتمعنا وبقينا بنشوفها كتير؟ بس الراجل ان هو يكون ليه نزوات ويهزر ولما يتكلم عليها صحابه يسقفوا له، ومعرفتش مراتك انا كمان، لا معرفتش. بس عندنا النهارده مشكلة كبيرة قوي لازم نتكلم كتير. استنونا بعد الفاصل.